يقول ناشطون إن هذه الصرخات لا يعلم حجم ألمها إلا السوريون أنفسهم. ويفترض بهذه الاستغاثات أن تطرق قلوب السوريين قبل غيرهم، خصوصا أن معظمهم أي اللاجئين والمهجرين السوريين عاصروا مثيلها بالأمس، إن كان في أنفسهم أو أهلهم أو حتى جيرانهم. غير أن المفارقة وما يحز في قلوب أكثر من 4 ملايين مدني شمال سوريا، ما تتعرض له مدن وبلدات إدلب من حرب إبادة وقتل جماعي على يد ميليشيات أسد وإيران والاحتلال الروسي، في حين لا يسمع صوت أو همس لمن يفترض بأنهم مهجرون ولاجئون في دول أوروبا وأمريكا وكندا وتركيا، رغم أن أعدادهم تقدر بأكثر من 10 ملايين، وقوانين تلك البلاد لا تمنع تنظيم مظاهرات أو اعتصامات. فأين اختفى اللاجئون هناك؟ وهل بات دم السوري على السوري رخيصاً إلى هذا الحد؟ بين صخب معرة النعمان وما حل بأهلها من قتل وتدمير، وبين ذاك الصمت المطبق لأكثر من 600,000 لاجئ سوري في ألمانيا، ما يثير التساؤلات. ومن مجازر تلمنس وسراقب وبدامة وغيرها إلى معالم فرنسا الخالية من أي اعتصام أو وقفة لأكثر من 300,000 لاجئ سوري، أكثر من 80,000 مدني نزحوا إلى أراض طينية لا يجدون ما يسد رمق أبنائهم أو يقيهم برد الشتاء، فيما يغيب أكثر من 150,000 لاجئ سوري في السويد ومثلهم في كندا عن تنظيم وقفة تضامنية واحدة مع أبناء جلدتهم الهائمين على وجوههم في البساتين. لا غرض ولا شيء ولا لبس ولا إيش، طلعنا برواحنا. ينشر الدفاع المدني عشرات الفيديوهات يوميا توثق جرائم ميليشيا أسد الطائفية والاحتلال الروسي، ولا تجد تلك المقاطع من يروج لها غربيا من بين ملايين اللاجئين أو حتى العمل على ترجمتها. نحن جينا هلا وجايبين أغراضنا بس ما نعرف وين رايحين. وفيما لا يجد أهالي إدلب والشمال السوري حلا إلا بالخروج بأنفسهم في مظاهرات رغم مخاطر القصف والبراميل، تأتي قضية الهاشتاغ على موقعي تويتر وفيسبوك لتعيد طرح تساؤلات عن أهدافه، إذا كان نشره يقتصر على السوريين المنشغلين أصلاً بالقصف والنزوح. فبينما اجتاح هاشتاغ إدلب تحترق وإدلب تحت النار مواقع التواصل، تساءل ناشطون عن سبب اقتصار إطلاقه باللغة العربية وعن مدى تأثيره على بلدان وشعوب ما عادت تميز بين الماء والدم السوري. وهنا يعود الحديث عن ملايين اللاجئين السوريين لتنظيم حملات إعلامية بلغات إنجليزية وفرنسية وألمانية، والعودة بمظاهرات واعتصامات إلى ساحات وشوارع تلك الدول لفرض رأي عام، تماماً كما حدث مع جهود اللاجئين والمغتربين السوريين في أمريكا التي تكللت بإقرار قانون قيصر لمحاسبة نظام أسد. وداعي.